الشيخ سعد، فضيلة الشيخ سعد عبد العظيم صاحب الإسكندرية الله يرحمه رحمة واسعة، إن الله وإن إليه راجعون. الشيخ سعيد بن عبد العظيم المصري من مؤسسي الدعوة السلفية في الإسكندرية يقول الأخ في رسالة: قد توفاه الله الآن في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام، هنيئا له بالوفاة في مدينة الرسول، فإن النبي قال: من مات فيها كنت شفيعا له. الله يرحمه، كان يكابد مرضا زمنا طويلا وأبلى بلاء حسنا في الإسلام وسلمه الله من الفتن، الله يرحمه رحمة واسعة. السلام عليكم. لا إله إلا الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.